أهلا بكم مشاهدينا ونشرة إخبارية جديدة من تان تي في. طلبت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بتوخي الحذر وارتداء الملابس الثقيلة وقائدي السيارات الالتزام بالسرعة المطلوبة والمناسبة على الطرق السريعة لسوء الأحوال الجوية، حيث يسود البلاد اليوم طقس شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على المزروعات وسط سيناء وشمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وعلى الوجه البحري، كما يستمر نشاط الرياح على السواحل الشمالية والبحرين الأحمر والمتوسط. هذا وقد تعرضت الإسكندرية صباح اليوم لأمطار غزيرة، واستمر إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة لليوم الثالث على التوالي لزيادة سرعة الرياح حرصا على سلامة الملاحة البحرية. ومن جانبها دفعت شركة مياه الإسكندرية بسيارات لكسح المياه ومنع تراكمها مع استمرار أعمال تطهير مصارف الأمطار. يذكر أن الإسكندرية تتعرض منذ عدة أيام لموجة من الطقس السيء نتيجة لنوة الغطاس، وهي نوة ممطرة تستمر لمدة 3 أيام تصاحبها رياح غربية. ما زلنا مع أخبار الطقس، حيث عادت الحركة الملاحية أمام الوحدات الكبيرة في موانئ الأدبية وزيتيات وبور توفيق بالسويس بعد انخفاض حجم الشبورة. وذكر عبد الرحيم مصطفى المتحدث باسم هيئة موانئ البحر الأحمر أن حركة الملاحة في الوحدات الصغيرة بالموانئ لازالت متوقفة إلى أن تستقر الأحوال الجوية في البلاد. وأضاف مصطفى أنه تم أيضا إعادة فتح مينائي السخنة وسفاجة بعد غلق دام لأكثر من 14 ساعة نظرا لانعدام الرؤية وارتفاع الأمواج. أكد علي عبد العال رئيس مجلس النواب أن المجلس أقر حتى الآن 248 قانونا ضمن القوانين الصادرة عقب إقرار دستور 2014، والذي ألزم البرلمان بمناقشتها وإقرارها خلال 15 يوما، والبالغ عددها 341 قانونا. ومن أبرز القوانين التي أقرها البرلمان حتى مساء أمس تعديلات قانون الشركات المساهمة وشركة التوصية بالأسهم وشركات ذات المسؤولية المحدودة، وقانون الغرف التجارية، وتعديل بعض أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات. قال سليمان وهدان وكيل مجلس النواب إن الحكومة ستلقي بيانها يوم 27 من يناير أو 28، بينما لم يحدد موعدا لخطاب الرئيس السيسي. وأكد وهدان أن المجلس بنهاية الأسبوع الحالي سيكون قد انتهى من مناقشة 340 قانونا، وهي القرارات بقوانين التي صدرت من الرئيسين عدلي منصور وعبد الفتاح السيسي في ظل غياب البرلمان. قال النائب البرلماني صلاح عيسى رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قال إن اللجنة صوتت بالإجماع على رفض قانون وأوصت المجلس برفضه خلال الجلسة العامة والقرار النهائي للمجلس. كانت لجنة القوى العاملة قد اجتمعت يوم الخميس الماضي بحضور الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط وناقشت القرار بقانون بإصدار قانون الخدمة المدنية، واختلف الوزير مع موقف أعضاء اللجنة الرافض للقانون مطالبا مجلس النواب بإقراره. لازلنا مع ملف قانون الخدمة المدنية، حيث أكد سليمان وهدان وكيل مجلس النواب أن البرلمان لن يناقش قانون الخدمة المدنية وأنه سيرجئه لسماع ملاحظات الحكومة عليه، ورأى أعضاء لجنة القوى العاملة في ظل المناقشات المستمرة حاليا. وأوضح وكيل المجلس أن يوم الأحد المقبل هو نهاية مهلة 15 يوما المحددة من الدستور المصري لمراجعة 341 قرارا بقانون، والتي يعقبها وضع اللائحة الداخلية للبرلمان والعمل على ترشح اللجان الدائمة. ناقش اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاستعدادات النهائية لزيارة الرئيس الصيني تشي جين بينغ غدا الأربعاء، والتي تعد الزيارة الأولى منذ 12 عاما، حيث يلتقي الرئيس الصيني خلال زيارته الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث الأوضاع الاقتصادية والتنموية في المنطقة. ومن المقرر أن يلقي الرئيس الصيني خلال زيارته كلمة في جامعة الدول العربية تتناول سياسة الصين تجاه الشرق الأوسط ورغبتها في دعم السلام والتنمية بالمنطقة. تم
سيحضر مراسم تدشين المرحلة الثانية من المنطقة الاقتصادية والتجارية المصرية الصينية في شمال غرب خليج السويس، بالإضافة إلى حضور الاحتفال الذي سيقام في مدينة الأقصر بمناسبة الذكرى 60 لبدء العلاقات المصرية الصينية. قضت اليوم محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر عمل المنتقبات بالجامعات. كانت قد أقيمت دعوة تطالب بإلغاء قرار رئيس الجامعة بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من الطلاب الدراسات العليا داخل المعامل البحثية ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا، ولكن المحكمة أيدت القرار وقضت برفض الدعوة. قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار النائب العام بحظر النشر في القضية المعروفة إعلاميا بتزوير الانتخابات الرئاسية والتي أجريت عام 2012 وأسفرت عن فوز الرئيس المعزول محمد مرسي. كانت دعوى قضائية قد طالبت بإلغاء قرار النائب العام الصادر بتاريخ 14 من أكتوبر بحظر النشر في تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012 والذي تضمن حظر نشر أي مواد إعلامية تتعلق بالتحقيقات التي تباشرها النيابة في بلاغات تتهم جماعات الإخوان بتزوير الانتخابات الرئاسية عام 2012 لصالح مرشحهم. نتحول إلى الأخبار العربية والدولية ونبدأ من لبنان. وفي خطوة مفاجئة أعلن سمير جعجع زعيم حزب القوات اللبنانية أنه قرر مساندة ترشح خصمه ميشيل عون زعيم التيار الوطني الحر لمنصب رئيس البلاد. ودعا جعجع جميع الفرقاء والأحزاب والشخصيات المستقلة اللبنانية إلى الالتفاف حول ترشيح العماد عون للخروج من حالة الانقسام الذي تشهده الساحة اللبنانية. هذا وسيعزز دعم جعجع حظوظ عون بالفوز بمنصب الرئاسة الشاغر منذ 20 شهرا، لكنه لن يضمن فوزه بالمنصب حيث ما زال عون بحاجة إلى تأييد كتل أخرى لضمان الدعم الضروري في البرلمان لترشحه. أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل 190 شخصا في معارك محتدمة بين مسلحي داعش وقوات الجيش السوري بمدينة دير الزور شرقية سوريا. وأشار المرصد إلى أن المدينة لا تزال تشهد معارك بين الجانبين منذ 16 من يناير الجاري، ولفت إلى أن مسلحي داعش تمكنوا من الاستيلاء على بعض المناطق وقتل 120 فردا من القوات الحكومية مقابل 70 عنصرا من التنظيم بحسب المرصد، حيث يسيطر التنظيم على معظم محافظة دير الزور، ولكن القوات الحكومية تسيطر على مناطق شمالية المدينة ومطار عسكري قريب منها. أقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا قرارا بتشكيل حكومة الوفاق، وأعلن عن أسماء حكومة تتشكل من 32 عضوا على أن يعمل بالقرار من تاريخ اعتماد مجلس النواب لهذه التشكيلة المقترحة بكاملها ومنحها الثقة. وصدر المرسوم لتوقيع رئيس مجلس الوزراء ونوابه الأربعة، إضافة إلى وزير شؤون المجالس المتخصصة ووزير شؤون المجتمع المدني، وهم السبعة الذين يشكلون مجلس رئاسة الوزراء لحكومة الوفاق وفق ما نص عليه اتفاق السخيرات المعدل. شنت طائرات التحالف العربي غارات على مواقع لميليشيات الحوثيين في محافظة مأرب وسط البلاد أسفرت عن مقتل 20 مسلحا من ميليشيات الحوثيين، فيما قتل 5 من قوات الشرعية. ومن جهة أخرى تستمر الاشتباكات في تعز جنوب غربي اليمن، حيث شهدت منطقتا ثعبات والجحملية شرقي المدينة مواجهات وتبادلا للقصف بين القوات الموالية للشرعية وميليشيات الحوثي، كما اندلعت اشتباكات عنيفة بين القوات الشرعية والحوثيين في مناطق الربيعي وميلات في الضباب جنوب غربي تعز وحضران شمال غربي المدينة.
أكد عضو البرلمان العراقي بدر الفحل إن النواب والوزراء الستة قرروا مقاطعة جلستي البرلمان والحكومة اليوم احتجاجا على العنف الذي يستهدف طائفتهم في بلدة المقدادية شرقي العاصمة بغداد. وأضاف الفحل أن ائتلافا من الأعضاء العرب السنة في مجلس النواب اتخذ القرار بعد اجتماع مع رئيس المجلس سليم الجبوري وهو أبرز ممثلي السنة في الحكومة العراقية. وطلب تحالف القوى السنية في المجلس من ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق المضي بإجراءات طلب الحماية الدولية. قتل 10 أشخاص وأصيب أكثر من 20 آخرين في انفجار انتحاري قرب نقطة تفتيش تابعة للشرطة في شمال غرب باكستان. وذكر مسؤولان في الحكومة الباكستانية أن الانفجار وقع في المناطق القبلية الخاضعة لإدارة اتحادية بباكستان، حيث تقاتل قوات الأمن حركة طالبان الباكستانية وجماعات متشددة أخرى قرب الحدود مع أفغانستان بعد مقتل أكثر من 150 شخصا معظمهم أطفال في مدرسة تابعة للجيش في ديسمبر من عام 2014. وجهت كل من باكستان والصين والولايات المتحدة دعوة لحركة طالبان إلى إجراء مباحثات مع الحكومة الأفغانية أملا في إنهاء ما يقرب ل 15 عاما من الحرب. ولم تشمل المباحثات الدولية حركة طالبان التي تسيطر أو تقاتل للسيطرة على أراض أكثر من أي وقت مضى منذ إزاحتها التحالف الذي قادته واشنطن في 2001 عن السلطة، بينما حثت الدول الثلاث في بيان أعقب اجتماع طالبان على الدخول في مباحثات مع الحكومة الأفغانية لحل جميع الخلافات بالطرق السياسية. نتحول إلى أخبار الرياضة والبداية محلية، حيث أعلن النادي الأهلي أمس فسخ تعاقده مع المدير الفني للفريق جوزيه بيسيرو بعدما طلب المدرب البرتغالي الرحيل بسبب عدم قدرته على تحمل الانتقادات التي يتعرض لها. ويقول عبد العزيز عبد الشافي زيزو المشرف العام على قطاع الكرة مهمة الإدارة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة، وبالتالي سيقود الفريق في مواجهة الإسماعيلي غدا الأربعاء. إلى مباريات الدوري العام، حيث انطلقت أمس مباريات الأسبوع 15 ونجح فريق بتروجيت في وقف مسيرة مصر المقصة بهدف أحرزه اللاعب أحمد جعفر، فيما فاز فريق إمبي على غزل المحلة بثلاثة أهداف نظيفة. وضمن مباريات اليوم يلتقي فريق سموحة والاتحاد السكندري في قمة الإسكندرية، كما يواجه الداخلية المتحفز للقفز إلى الصدارة مؤقتا فريق وادي دجلة، كما يلتقي فريق الإنتاج الحربي وحرس الحدود. وإلى ملاعب التنس العالمية، حيث فجر لاعب التنس الإسباني فرناندو فرداسكو مفاجأة من العيار الثقيل بالإطاحة برافائيل نادال المصنف الخامس عالميا من الدور الأول لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس. وثار فرداسكو لهزيمته أمام نادال في المربع الذهبي لنفس البطولة عام 2009، وتأهل إلى الدور الثاني للبطولة بعد مباراة عصيبة استغرقت أكثر من 4 ساعات ونصف. توفي جلان فري العضو المؤسس لفريق إيجلز الموسيقي في نيويورك أمس بعد تعرضه لوعكة صحية في الآونة الأخيرة. وقال فريق إيجلز إن فري توفي جراء مضاعفات الالتهاب الرئوي ومضاعفات التهاب المفاصل الروماتويدي والالتهاب القولون الحاد. وأسس فري مع زميله دون هالي فريق إيجلز في عام 1971 في لوس أنجلوس بعد أن عمل لفترة طويلة مع فريق الرق. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.